القوات المشتركة تحبط هجومين حوثيين في الدريهم والجاح، والميليشيات تعاود استهداف التحيتة. تنسيق يمني مصري لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر مع تعاظم الخطر التركي والإيراني. وهطول أمطار غزيرة على محافظات عدة، والسيول تقطع الطرقات وتلحق أضرارا بالمنازل في حضرموت. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية شنت في إطار تصعيدها المتواصل هجومين مفصلين، الأول في ساعات الفجر الأولى في قطاع مديرية الدريهمي، والثاني في ساعات الصباح في قطاع منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه التابعتين للحديدة، انتهيا بالفشل الذريع في صفوف الميليشيات. وأوضح أن الهجوم في قطاع الدريهمي استهدف فتح ثغرة في خطوط التماس لإنقاذ عناصرها المحاصرين في بعض أحياء مركز المديرية، وسرعان ما وجد المهاجمون أنفسهم تحت رحمة نيران أبطال القوات المشتركة الممسكون أو الممسكين بزمام المبادرة على طول امتداد خطوط التماس في هذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وإجبار من تبقى منهم على الفرار. وفي مديرية بيت الفقيه حاولت بقايا جيوب الميليشيات التقدم من جبهة مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح مسنودة بغطاء ناري مكثف، وسرعان ما انتهى بهم الحال إلى قتلى وجرحى وفرار البقية أمام يقظة القوات المشتركة. وألفت إلى أن القوات المشتركة في القطاعين الدريهمي والجاح سارعت في إسكات الإسناد الناري لعناصر الميليشيات، الأمر الذي أفقدها القدرة على الحركة. هذا وقد تعرضت مناطق متفرقة من مديرية التحيتة لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الميليشيات. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل هستيري. وأضافت إن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة للتحيتة تعرضت لقصف بالأسلحة الرشاشة تزامنا مع عمليات قنص واستهداف بالمعدلات المتوسطة من قبل الحوثيين. وأكدت المصادر أن حالا من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي الذين طالهم القصف، ما أدى إلى تعطيل أعمال المدنيين. وفي الضالع أصيب طفل بجروح متفرقة في أنحاء مختلفة من جسده إثر انفجار مقذوف من مخلفات الميليشيات الحوثية في منطقة مريس. وذكرت مصادر محلية أن الطفل مالك ماجد عبد الكريم أصيب أثناء ما كان يرعى الأغنام في أحد الجبال بمنطقة مريس، حيث وجد جسما غريبا وقام بتحريكه ما أدى إلى انفجاره ليصاب بإصابات بالغة، وتم إسعافه إلى أحد مشافي المدينة. الانفلات الأمني وتصفية الحسابات في تعز بين الفصائل المسلحة الممولة من الخارج يهدد بنسف كل محاولات إحلال الأمن والاستقرار في مدينة العلم والثقافة. يبدو أن الوضع في محافظة تعز قد يخرج عن السيطرة تماما، فالمدينة تعاني من عقاب جماعي نتيجة تصفية الحسابات بين الفصائل المسلحة الممولة من الخارج، ما يهدد بنسف كل محاولات السلام وتمزيق النسيج السياسي والاجتماعي في مدينة العلم والثقافة التي تعاني من حصار ميليشيات الحوثي وضعف مؤسسات الدولة. انفلات أمني تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحة وسط أنباء عن إصابة مدنيين بحي التحرير الأسفل لتمتد إلى جولة سنان، وأسفرت عن إحراق طقم حسب ما ذكرت المصادر التي أكدت أن كل العصابتين مرقمة عسكريا ضمن قوام العصابات المنتمية لمحور تعز. الانفلات الأمني الأخير في المدينة صعد من أعمال العنف والفوضى بعد أيام من قطع مسلحين تابعين لمحور تعز للشوارع والطرقات واقتحام مبنى المحافظة والاعتداء على الموظفين، إضافة إلى اشتباكات في خط الضباب في مؤشر خطير بأن الجماعات المسلحة الممولة من دول الخارج تسعى إلى تفجير الوضع عسكريا. يشار إلى أن المدينة شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة بين نافذين من ميليشيات الحشد الإخوانية بسبب خلافات على إيرادات مالية وأراض أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين أثناء مرورهم أثناء الاشتباكات في شوارع المدينة. ومنذ أن دخلت الميليشيات حولت مدينة
مدينة تعز إلى ساحة الصراعات العبثية التي اتسمت معظمها بالتصفيات السياسية وتصفية الحسابات المتبادلة بين الفصائل المختلفة، وكانت الاغتيالات في مقدمة المشهد لتتفاقم المأساة في محافظة تعاني من ثالوث الحصار والفوضى والأمراض. وللمزيد ينضم إلي عبر الهاتف الصحفي أحمد شوقي. مرحبا بك أحمد. ويعني استمرار الانفلات في تعز ماذا يعني، وماذا وعلى ما يدل مثل هكذا انفلات في مثل هكذا الظروف؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. طبعا ما يحدث خلال الأيام الماضية في مدينة تعز هو أبلغ رد واقعي يعني في المدينة حول الدعايات التي مارستها الجهات الأمنية والعسكرية خلال الأسابيع الماضية في اقتحامها لمدينة التربة وإثارتها للمشاكل في مديرية الحبرية، والتي جعل أنها كانت بأسباب أو بسبب رغبتها في ضبط الأمن والاستقرار في تلك المناطق. بينما الآن الواقع يقول أن مدينة تعز تشهد منذ خمسة أعوام حالات انفلات أمني منقطعة النظير في عقوبة اليمن. هذا الانفلات الأمني يمارسه أفراد محسوبون على الجيش الوطني، لديهم أرقام عسكرية، لديهم أسلحة، لديهم أطقم، لديهم معدات هي كانت صرفت لهم من أجل مواجهة الحوثي، ولكنهم الآن يمارسون فيها هؤلاء الأشخاص الممتلكين يمارسون فيها أعمال بصدة واعتداءات على المواطنين وصراعات يمينية ليس لها علاقة بالقضية الرئيسية، ليس لها علاقة بالقضية بالمعركة مع ميليشيا الحوثي، وإنما لها علاقة بمصالح صغيرة، لها علاقة بنهب واعتداءات وفوض ويعني استغلال لهذه القوة من أجل مصالح ومنافع شخصية. نعم، بالمقابل يعني كانت هنالك مسيرة أخيرة وصف من حضرها وجموعهم بالآلاف، يعني ما كان أثرها وأيضا صداها؟ أي مسيرة تقصد؟ المسيرة التي جابت شوارع الحجرية قبل أيام، والتي دعت من خلالها إلى إنهاء ما وصفته بملشنة المنطقة، وبالإضافة إلى يعني المطالبة بإصدار حكم سريع في قتلة الشهيد الحمادي. نعم، هو تلك المسيرة هي يعني عبرت عن رغبة صادقة عند جموع الناس في مناطق الحجرية التي رفضت حالة نقل حالة البرشنة والبصرجة والانفلات الأمني والانفلات لنقل الانفلات العسكري والانفلات القرار الرسمي القرار الحكومي الذي يحدث في تعز. حالة الفوضى الموجودة في تعز رفضت من قبل أبناء الحضرية في تلك المسيرة الحاشدة التي يعني حدثت قبل عدة أيام، والتي كانت في صدر يعني في صدر مطالبها هو عودة تلك القوات التي جاءت مقتحمة مواقع اللواء 35 جرة في مديرية الحضرية وتحديدا في جبل طبران في الشربة والمناطق المحيطة به إلى سكناتها وإلى مواقعها في مدينة تعز، وأن على السلطة المحلية وعلى السلطة العسكرية والأمنية في المحافظة أن تقوم بواجبها أولا في تحرير ما تبقى من المناطق. وهذه أبرز المطالب التي طلب فيها المتظاهرون. نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد شوقي الصحفي، حدثني من تعز، كنت معي عبر الهاتف. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن واستقرار اليمن خلال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وأن الموقف المصري ثابت تجاه وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلام مؤسساتها الوطنية. استقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لأمن مصر القومي، هذا ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله معين عبد الملك رئيس الحكومة، الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملفات عدة تهم البلدين والأمن الإقليمي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على ثبات الموقف المصري تجاه وحدة وسيادة اليمن وسلامة مؤسساته الوطنية، وأضاف أن أمن واستقرار اليمن مهم في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يفرض مواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبي طموحات الشعب اليمني. ووصل رئيس الحكومة الأحد على رأس وفد رفيع إلى العاصمة المصرية القاهرة التي تعد الامتداد الجمهوري لليمن والسند، وتربط البلدين علاقات تاريخية وطيدة قائمة على أساس التعاون العربي المشترك والأمن الإقليمي.
ملفات عدة ناقشتها جلسات المباحثات اليمنية المصرية، أبرزها مستجدات الأزمة اليمنية وجهود السلام وما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر وتهديد خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر للبيئة البحرية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبار مصر واليمن شركاء الممر البحري الواحد وكلا الدولتين امتداد للأخرى من باب المندب إلى قناة السويس. أمن الملاحة في البحر الأحمر كان هو الملف الأبرز في المباحثات، سيما بعد التهديدات التركية والإيرانية المتعاظمة عبر أذرعها في اليمن متمثلة بميليشيات الحوثي والمنطقة بشكل عام. مباحثات يمنية مصرية اعتبرها مراقبون ذات أهمية نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة بسبب الأطماع الإيرانية والتركية في اليمن وليبيا، الذي أقر مجلس النواب المصري الوقوف إلى جوار شعبها باعتبارها امتدادا قوميا وجغرافي لمصر، وتلبية للدعوة التي أطلقها البرلمان الليبي لمصر للتدخل وإزالة الخطر التركي الذي بات يعبث بالأراضي الليبية وقد يتعدى حدود ليبيا، الأمر الذي يتطلب الوقوف بحزم أمامه لوضع حد لذلك التمدد الذي يحاول الإخوان المسلمون ركوب موجته ونصب الفخاخ لزعزعة أمن واستقرار الوطن العربي والمنطقة برمتها. إلى ذلك بحث وزير شؤون المغتربين المهندس علوي بافقيه مع وزير الهجرة المصرية نبيلة مكرم أوضاع اليمنيين المقيمين في مصر، حيث تم الاتفاق على العمل معا وبالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى لحل أي إشكالية قد تواجه أوضاع اليمنيين المقيمين. أقول للجالية اليمنية هنا طبعا فخور بانضباطها بالنسبة للجانب هذا، فخور بسلوكه من هنا الكلام، وإن شاء الله هناك وعود، وإن شاء الله نأمل وقد تحققنا كثير من الأشياء بما يسهل وجودها ويطمنها ويأمنها في مصر. النهاردة بنستكمل بقى أوضاع الجالية اليمنية في الكثير من الطلبات. وزير شؤون المغتربين مشكورا النهاردة وفاني، احنا قبل كده كنا اشتغلنا على طلبات، إنما عندنا استكمال لطلبات أخرى، وده بالتأكيد هيكون مع بالتنسيق مع معالي وزير الداخلية، وزير التربية والتعليم، وأيضا وزير التعليم العالي. للحديث أكثر ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي في وكالة الشرق الأوسط خالد العيسوي. مرحبا بك أستاذ خالد. يعني أهمية التنسيق اليمني المصري لحماية الملاحة في البحر الأحمر وأيضا في مثل هكذا توقيت. يعني طبعا بالتأكيد ربما هناك دافع مشترك وهناك أهمية مشتركة لدى اليمن ولدى مصر في المياه الإقليمية في البحر الأحمر بما يمثل يعني أمن قومي مائي وأمن قومي لكل الدولتين. وأعتقد أن المباحثات التي جريت بين رئيس وزراء اليمني ورئيس وزراء المصري كانت واضحة وصريحة في هذه النقطة، ثم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف المصري الثابت من القضية اليمنية وعدم الموافقة وعدم تأييد أي تدخل في الشأن اليمني، وخصوصا التدخلات الإيرانية التي تتمثل في مساعدة جماعات الحوثي الإرهابية مما يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع في الدولة اليمنية الشقيقة، وأيضا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن لا حل للأوضاع في اليمن إلا الحل السياسي، وضرورة الوصول إلى تفاهمات ما بين الأطراف اليمنية مع الرفض التام للتأييد الحوثي للتدخلات الإيرانية والتمسك بالإرهاب الذي يمثل هو يعني العامل الرئيسي داخل اليمن وليبيا بما يمثل من انتهاكات من قبل إيران ومن قبل تركيا سواء في الدولتين أو في المنطقة بشكل عام. أعتقد أن المباحثات كانت ناجحة للغاية والزيارة ناجحة للغاية، تأتي لتوقيت مهم للغاية لكلا الدولتين في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة، خصوصا في الملف الليبي والملف اليمني والملف الفلسطيني والملفات الأخرى. وربما هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من يعني سيطرة مصر بشكل أو بآخر على جائحة كورونا وعودة الزيارات مرة أخرى، وربما زيارة رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق فيه تمثل هي الزيارة الأولى بعد هذه السيطرة على جائحة كورونا، ومما أدى إلى إعطائها يزيد مزيد من الزخم ومزيد من القوة في ظل استمرار التنسيق والتعاون بين الدولة اليمنية والدولة المصرية. أشكرك جزيل الشكر خالد العيسوي الكاتب الصحفي في وكالة الأنباء أنباء الشرق الأوسط، كنت معي عبر الهاتف. شهدت عدد من المحافظات هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول في عدد منها، ففي حضرموت قطعت السيول الطريق العام
الرابطة بين وادي وساحل المحافظة وبين مديريات الوادي والصحراء، وسط انهيار عشرة المنازل في شبام والقطن وسيئون وحورة، وألحقت سيول الأمطار أيضا أضرارا في مخيمات النازحين في منطقة مريمة في مدينة سيئون مركز المحافظة. ودعت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في المحافظة، دعت جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة في عبور مجاري الأودية. كما هطلت أمطار غزيرة على عدن جراء تأثير المنخفض الجوي والذي قد يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء. هذا اليوم 21/7/2020 كوبري أبلح ما شاء الله كان. أدانت اليمن اليوم الاحتجاز التعسفي للزميل زبين عطية مراسل القناة في محافظة شبوة، والذي تعرض لمعاملة استفزازية وتوقيف تعسفي وغير مبرر، وتم إيقافه في سجن المحافظة بتوجيه من قائد عمليات الشرطة النجدة في المحافظة. كما تدعو اليمن اليوم في الوقت نفسه نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية بحماية الصحفيين وحملة الأقلام ووضع حد للممارسات الاستفزازية التي تمارس بحقهم، محملة إدارة أمن المحافظة مسؤولية ما يترتب على هذا العمل التعسفي وما قد يلحق أو يلحق به أو ما قد يلحق به من أضرار أو بأحد أفراد أسرته. في نشرتنا أيضا، المقاومة الوطنية توزع مواد وقائية وصحية على الكوادر الطبية في مديريات الساحل المحررة. قامت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية بتنفيذ حملة توزيع لمواد وقائية وصحية على الكوادر الطبية في مديرية الساحل المحررة ضمن الجهود لمكافحة فيروس كورونا، بينها توزيع الكمامات الوقائية والصحية وتجهيز مراكز للحجر والعزل الصحي. تواصل القوات المشتركة والهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الصحية في المناطق المحررة في الساحل الغربي، حيث نفذت حملة توزيع مواد وقائية وصحية على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع مديريات الساحل. نحن اليوم نقوم بتدشين مستلزمات طبية مقدمة من أخواننا وأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأخواننا المقاومة الوطنية. ممثل الخلية الإنسانية بالمقاومة الوطنية أكد أن هذه الحملة ليست الأولى، فالمقاومة الوطنية منذ الوهلة الأولى لانتشار وباء كورونا
قامت بأكثر من حملة لتوزيع الكمامات ومواد أخرى وقائية وصحية، وفي تجهيز مراكز للحجر والعزل الصحي. خلية الأعمال الإنسانية في المقام الوطنية تنفذ حملة توزيع مواد وقائية وصحية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للكوادر الطبية المتواجدة في المستشفيات المدنية والمراكز الصحية على مختلف مديريات وقرى الساحل الغربي. والعميد طارق محمد عبد الله صالح يتعامل مع هذا الوباء بصفة المسؤول ويتابع الجانب المدني كما يتابع الجانب العسكري، حفظه الله ورعاه. من جانبه أكد مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة أن مكتب الصحة العامة والسكان استلم أدوات الوقاية ضد فيروس كورونا مقدمة من القوات الوطنية التي تعد السباقة في توفير الاحتياجات الصحية، مضيفا أن الكمية ستغطي احتياجات المرافق الصحية المنتشرة في المديريات المحررة من محافظة الحديدة. مكتب الصحة العامة والسكان اليوم يتسلم أدوات الوقاية من ضد فيروس الكورونا مقدمة عن طريق الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، والتي وجدناها حاضرة ومتواجدة دائما في يعني في توفير الاحتياجات الصحية، وهذه الهدية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي سوف تغطي احتياج عدد من المرافق الصحية المنتشرة في المديريات المحررة من محافظة الحديدة في الخوخة والتحيتة وحيس والدريهمي. وتسعى القوات المشتركة في الساحل الغربي إلى توفير الاحتياجات الصحية للمناطق المحررة لمكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض، خاصة مع فصل الصيف. عينت الميليشيات الحوثية في صنعاء شخصا من المنتسبين لأسرة زعيم الميليشيات المدعو عبد الملك الحوثي رئيسا لأحد أهم البنوك اليمنية. وأصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط أصدر قرارا بتعيين إبراهيم أحمد الحوثي رئيسا لمجلسي إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك، والذي يعد أهم بنك حكومي بعد البنك المركزي. وأنشطت الميليشيات منذ استيلائها على السلطة في صنعاء في السيطرة على المفاصل المالية للدولة، حيث قامت باستبدال موظفين عموميين بآخرين تابعين لها، بعض منهم من خارج الجهاز الإداري وبعضهم بالمخالفة للشروط أو المخالفة للشروط القانونية لشغل المراتب الوظيفية المستهدفة. ويأتي ذلك بعد 3 سنوات منذ بدء استيلائها أواخر العام 2017 على وثائق وأرشيف البنك. وتنتشر السوق السوداء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في ظل أزمة محروقات خانقة، ما يضاعف من معاناة المواطنين. أنا داري ما هذا خوف، هذا من التصريح من السيد ما هبش خوف. أنا أشكرك يا بطل، أنا أشكرك. إلى ذلك تم حجز أموال 9 أشخاص وشركات للأسهم الوهمية التي أثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية، والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير في ظل غياب الدولة والمناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية والتي كان ضحيتها الناس البسطاء. توجيه جديد في مناطق صدارة الميليشيات الحوثية قضى بحجز أموال 9 أشخاص وشركات للأسهم الوهمية، فقد وجهت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بصنعاء كافة الشركات وشبكات الصرافة بحجز أموال الشركات الوهمية للأسهم التي أثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية. ومنذ أن سيطرت الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة ظهرت شركات عدة في صنعاء وبعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وزاد مؤخرا وقع ضحاياها بالمئات من اليمنيين، حيث خسروا رؤوس الأموال بمجملها بعد أن أمنتهم هذه الشركات الوهمية بمكاسب جيدة في بادئ الأمر، ما جلب الإطمئنان لهم ودفعهم لجلب المزيد من المستثمرين بإغراء أن من سيأتي بمستثمر سيحصل على نسبة من الأرباح كعمولة. وبمجرد أن يرتفع عدد المستثمرين ويزداد رأس المال تتبخر هذه الشركات وكأن شيئا لم يكن، فيما يكون
يكون الكثير من المستثمرين قد باعوا كافة مدخراتهم وذهب نسائهم ودفعوا بأقاربهم للمساهمة بأموالهم في هذه الشركات الوهمية. 5 سنوات من الحرب العبثية التي أنهكت اليمن أرضا وإنسانا، وانعكست تداعياتها الكارثية على كل شيء، من ضمنها هذه الشركات الوهمية التي تضيف مزيدا من المعاناة على كاهل المواطنين البسطاء في ظل غياب الدولة ومسؤولياتها تجاه هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الواقع المعيشي في اليمن وتزيد من المأساة الحاصلة فيه أصلا. في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن أول أيام ذي الحجة تضطر لإغلاق باب الحج أمام ضيوف الرحمن من خارج المملكة واقتصاره على أعداد محدودة في داخلها من مختلف الجنسيات خوفا من تفشي فيروس كورونا. لبيك اللهم لبيك. انطلاقا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أعلنت وزارة الحج والعمرة أن أول يوم لشهر ذي الحجة سيكون الأربعاء الموافق 22 من يوليو الجاري، لتبدأ مناسك الحج في 8 منه ليوم التروية، على أن يوم الخميس سيكون يوم الحج الأكبر بالوقوف في عرفة، ويوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق برمي جمرة العقبة الكبرى. ونظرا لجائحة كورونا التي غزت العالم، فقد اضطرت المملكة العربية السعودية للإعلان في وقت سابق إغلاق باب الحج لضيوف الرحمن من خارج المملكة واختصاره بأعداد محدودة من داخلها والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات، خوفا من خطر تفشي العدوى بفيروس كورونا في صفوف الحجيج، خصوصا عبر التجمعات والحشود البشرية والتنقلات بين دول العالم. وقالت وزارة الحج والعمرة إن هذا القرار جاء حرصا على إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من الإصابة بكوفيد-19 الذي بات يمثل جائحة عالمية. وكانت السعودية علقت أداء العمرة منذ مارس الماضي بسبب المخاوف من انتشار الفيروس في أقدس المدن الإسلامية وسلامة المسلم من أقدس العبادات التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف. انطلقت أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ من اليابان، حيث حمل صاروخ مسبار الأمل إلى الفضاء لتسطر الدولة الإمارات العربية المتحدة تاريخا جديدا. وأظهر بثا مباشرا انطلاق مسبار الأمل غير المأهول من مركز تا نيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان. وأطلقت الإمارات الوافدة الجديدة في مجال الفضاء بنجاح حتى الآن 3 أقمار صناعية للمراقبة، لكنها لم تتجاوز مدار الأرض. وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء الاثنين عن تلقيه أول إشارة من مسبار الأمل الذي انطلق للفضاء في رحلة تاريخية هي الأولى لدولة عربية تهدف إلى استكشاف أجواء الكوكب الأحمر. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة. وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة جميعها في حضرموت، 7 منها في المكلا و6 في حضرموت الوادي. وتم تسجيل حالتي وفاة في محافظة شبوة وحالة شفاء واحدة في شبوة والأخرى في حضرموت. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1619 حالة. وعالميا يواصل الفيروس انتشاره في مختلف دول العالم، وتقترب أعداد المصابين إلى 15 مليون شخص. آخر الإحصائيات قالت إن حالات الإصابة بالفيروس بلغت أكثر من 14 مليونا و880 ألفا، ووصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 613 ألفا، وتجاوز عدد من تم شفاؤهم 8,934,000 شخص.
هذا وأشارت النتائج الأولية لتجربة سريرية إلى فعالية علاج جديد لمرض كوفيد-9 الذي يسببه كورونا، ويستخدم هذا العلاج بروتونيا ويسمى انترفيرون بيتا، والذي ينتجه الجسم عندما يصاب بعدوى فيروسية، ويتم استنشاق البروتين مباشرة في رئتي المرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك باستخدام البخاخات على أمل أن يحفز ذلك الاستجابة المناعية للمرضى. قال مسؤولون بريطانيون إنهم وقعوا اتفاقا لشراء 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التجريبية والتي تطورها شركة الأدوية فايزر. ووفق بيان للحكومة البريطانية فإنه تم ضمان الوصول إلى لقاح قامت بتطويره في شركة فايزر وبيونتك، بالإضافة إلى لقاح تجريبي تم تطويره بناء على أبحاث من مؤسسة فالينيفا حسب ما ذكرت الأسوشيت بريس. وكانت بريطانيا قد وقعت في وقت سابق صفقة لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح لعلاج كورونا تم اختباره من قبل جامعة أكسفورد، والتي من المتوقع أن تعلن عن نتائج أخرى في وقت لاحق. في بروكسل توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على خطة تاريخية وميزانية إجمالية تبلغ أكثر من تريليون يورو لتمويل تعافي أوروبا من أزمة فيروس كورونا. وأعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمز أنه تم الاتفاق على صندوق التعافي من آثار كورونا بقيمة 750 مليار يورو، وعلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة تريليون أو أكثر من تريليون يورو، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لم يقرر استثمارا طموحا في المستقبل مثل هذا من قبل. وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي 27 قد اجتمعوا على مدار 5 أيام لبحث خطة التعافي المالي من آثار وباء فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الاقتصادي التي فرضتها دول الاتحاد للحد من انتشار الفيروس. وفي ظل انتشار كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح خارج السيطرة. وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان إن عدد الإصابات بإيبولا ارتفع إلى 60 حالة، وشدد على أن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض. وتم الإعلان عن التفشي الجديد لفيروس إيبولا، وهو 11 من نوعه منذ العام 1976 في يونيو الماضي. وسبق وأن وجهت منظمة الصحة العالمية نحو 70 خبيرا إلى البلاد لمكافحة انتشار الفيروس. العشرون من شهر يوليو من كل عام يوم اختارته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يوما عالميا للشطرنج. على مر التاريخ ساعدت الألعاب والرياضات البشرية على البقاء عند المرور بالأزمات، حيث تحد تلك الأنشطة من القلق وتحسن الصحة العقلية. وفي حين أن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 أثر سلبا في معظم أنشطة الألعاب والرياضات، أظهرت رياضة الشطرنج مرونة ملحوظة وقدرة على التكيف أثناء الجائحة. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية أفادت التقارير بتضاعف الاهتمام العام بالشطرنج، حيث اجتمع عدد من اللاعبين أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في فعاليات للشطرنج عقد
عقدت أكثر من أي وقت مضى على المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت. ويصادف 20 يوليو من كل عام اليوم العالمي للشطرنج للاحتفاء بلعبة الشطرنج، حيث يتم الاحتفال وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 12 ديسمبر عام 2019، حيث تم تبني هذا التاريخ بموجب مبادرة الاتحاد الدولي للشطرنج الذي يحتفل بهذا اليوم منذ عام 66. وتم اختيار هذا التاريخ كونه يصادف تاريخ تأسيس الاتحاد في باريس عام 24. واختارت الأمم المتحدة أن تحتفل باليوم العالمي للشطرنج لاعتبارات عدة، منها قدرة الرياضة على كسر الحواجز ومكافحة التمييز ومساهمة في النهوض بالتعليم والتنمية المستدامة، ودور الشطرنج تحديدا كونها قليلة التكلفة ومتاحة للممارسة في أماكن متنوعة دون اعتبار للحواجز، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. إلى العناوين. القوات المشتركة تحبط هجومين حوثيين في الدريهم والجاح، والميليشيات تعاود استهداف التحيتة. وتنسيق يمني مصري لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وهطول أمطار غزيرة على محافظات عدة، والسيول تقطع الطرقات وتلحق أضرارا بالمنازل في حضرموت. إلى اللقاء.